رد فعل ولو مين يعني لو اجتمع علماء النفس في العالم كله عمرهم ما يقدروا يحطوا تصور لرد فعل الشارع المصري تجاه اي موقف. احنا حاله خاصه مظبوط. حاله خاصه وغريبه وشاذه. صحيح. دايما نقول غريبه وشاذه. معانا جابر من الجيزه. مساء الخير. مساء النور يا فندم. اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا بيك. اهلا بيك. اتفضل. ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله نحمد ربنا. الحمد لله. اسلم على الدكتوره. طبعا اهلا وسهلا. بس عايزه اقول جزئيه والنبي انا مش دكتوره ولا حاجه. لا. انا فايزه وصف بس. كتر خيرك قوي ان حضرتك يعني قلت لي دكتوره. ميرسي يا فندم. انت عزيزه علينا يا فندم. الله يخليك. حضرتك مده طويله وكنا بنستنى برنامجك. الله يخليك. والله شكرا جزيلا. والله عايز اقول اقتراح برضو. هم دلوقتي احنا اولادنا متعلمين تعليم عالي كلهم. بس للاسف في فكره ان الاولاد الفنيين وكانوا هم الدوله قامت على ان هي هتعلم اولاد فنيين في المدارس الصناعيه. وكل ده طبعا ما شفنالوش نتائج. انت عارفه دلوقتي كان زمان الاولاد الشوارع اللي بتشوفيها دي تشوفي خمس ست اولاد في قلب مصنع نجاره، خمس ست اولاد في مصنعيه في المعمار. كنت الاولاد دي كلها بتطلع صناعيه وتفيد البلد. ان الصين عشان نجحت تبصي تلاقي حضرتك كل 500 عامل مهندس واحد. النهارده احنا عندنا تلاقي 3000 دكتور، تلاقي 3000 مهندس، وما تلاقيش صنايعي واحد تلفي عليه. وحضرتك في الجيزه يمكن انا بتكلم عشان انا برضو في المدن الجديده المجتمعات العمرانيه الجديده يعني برضو دايخين على معظم الصناعيه. وتلاقي احنا ما بنتقدمش في قلب مجال الصناعه مع ان عندنا حرف يعني انا بعتقد اعتقادي ان هي حرف عالميه. طب احنا محتاجين ايه يا استاذ جابر؟ محتاجين حضرتك ان الاولاد يعني على قد احنا كنا زمان في ايامنا حضرتك بنشتغل وبندرس، بتيجي فتره الاجازه دي نشتغل وندرس. دلوقتي خلاص بقى الاولاد خلاص هم مجرد ما تيجي فتره الاجازه الاولاد على النت الليل كله قلبين الليل نهار والنهار ليل حضرتك زي ما حضرتك عارفه. وبعدين الغرب بيصنع والاولاد اولادنا بتتفرج بس. لكن احنا عايزين يبقى برضو عند اولادنا فكره صناعه. يعني يبقى عند اولادنا صحيح. الصناعه اللي هو يعني حضرتك تقصد تعظيم دور التعليم الفني ودعم التعليم الفني وتغيير ثقافه المجتمع المصري تجاه التعليم الفني. بالزبط. لان هو زي ما قلت قاطره النهضه. انا عايز اساند كده طبعا. الضمير يعني برضو الواحد لما يعمل حاجه يتقنها. ده حتى موجود في ديننا وفي كل الاديان ان الاتقان مهم. يعني ما نجيش احنا مثلا انا الحنفيه في البيت باظت فانا ده حد يصلحها فجي يصلحها بعد نص ساعه باظت تاني او حاجه تانية باظت برضه. والله فعلا كلنا عندنا المشكله دي. عماله فنيه ما فيش. معلش انا رايي المتواضع اتفضلي. التعليم المفتوح ده ولا المسكوك هو السبب. هو ده اللي عمل ازمه. بيهربوا اللي نجحوا في العماله الفنيه مش عايزين. اللي اتعلم دلوقتي معاه بكالوريوس بالتعليم المفتوح ولو قارنا ده بده ما تزعلوش مني يا جامعه القاهره والدكتور المسؤول عن التعليم المفتوح ما يزعلش مني. بس فعلا مش كلهم بس معظمهم كده. تقول لك انا ابني يشتغل عامل يعني ايه يشتغل؟ ده العامل احسن مني. ده بيعمل حرفه انا ما اعرفش اعملها. صحيح. انما لما تبص دلوقتي عندك حنفيه بايظه ولا مش عارفه ايه ما تلاقيش حد ولا كهرباء ولا كهرباء ياما بتعمل كوارث بسبب ان في ناس هواة بيشتغلوا في المهنه دي وهم لا درسوها ولا عارفين ايه قواعدها. ده فرقه السباكين هيزعلوا مني. ما تزعلوش مني ايوه السباكون. انهم كلهم واخدينها بالفهلاوي. طب انا ممكن اشغل سباك انا بقف قدامه فهمت والله انا بقيت بغير لمبه دلوقتي ده تسليك البلاعه دلوقتي بشيء فلان. ايه الموضوع؟ لا 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 الموضوع سهل يعني. يعني لازم نتغير كده. لازم آن الأوان نتغير. ما نتغيرش ليه؟ احنا ما نتغيرش ليه؟